رغم وجود عدد من الدول التي حضرت وعدد من التطبيقات التي تنافسه بشراسة، فإن تيك توك يستمر في الصعود من حيث أعداد المستخدمين ومن حيث معدل عدد ساعات الاستخدام لكل مستخدم. يستمر قطار تيك توك في التحرك بعدما تفوق من حيث عدد المستخدمين على سناب شات وتويتر بأكثر من 750 مليون مستخدم. تتوقع شركة أب آني أن يصبح تطبيق تيك توك ثاني أكبر منصة تواصل اجتماعي بعد فيسبوك بمليار ونصف المليار مستخدم خلال العام المقبل، متفوقا بذلك على انستغرام ذات المليار مستخدم، وذلك نظرا لنمو شهده التطبيق الجدلي بلغ 60% في 2020 و40% في العام الحالي. فيما أفادت التقارير أن تطبيق الفيديوهات القصيرة تجاوز المليارية عملية التنزيل في الربع الأول من 2020. وأفادت التقارير بأن معدل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق ارتفع بشكل فاق أي تطبيق آخر، وبلغ النمو 65% في أمريكا فقط، متجاوزا بذلك معدل نمو فيسبوك. هنا يطرح السؤال الأكبر، هل نتوقع أن يتفوق التطبيق الصيني على العملاق الأزرق ومجموعته من التطبيقات؟ ذلك السؤال سنسأله مع الخبراء، لكن قبل ذلك سأقرأ لكم بعض التعليقات التي وردت على هذه التوقعات، وأبدأ من إياد الذي كتب قائلا: زمان كان في موقع اسمه هاي فايف، وكان في واحد اسمه ماي سبيس، الاثنين أياميها وصلوا لمراحل متقدمة مخيفة لغاية ما في يوم وليلة ظهر فيسبوك كسر الاثنين، فمن الطبيعي قوي أن تظهر حاجة جديدة تكسر فيسبوك. رانيا علقت قائلة: تيك توك وإن كسر الأرقام القياسية ما رح يوصل لشيء مهم طالما صورته مدمجة بالمحتوى التافه فقط، زي ما نزول تويتر تحت تيك توك ما قلل من قيمته مثلا. فارس قال: السؤال هل يعقل أنه فيسبوك اللي هزم سناب شات واشترى انستغرام ونزل من قيمة كلوب هاوس أن ينهزم على أيدي تيك توك بخيارات تيك توك المحدودة؟ شعبان قال: هاد هيك وفي دول مانعيته، والصين نفسها عاملة عليه محظورات، لعاد لو بدون محظورات شو بيصير؟ طبعا بنسأل شو بيصير مع الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي سيد فريد خليل، ضيفنا الدائم في منصات. سيد فريد مرحبا بك معنا في منصات. اليوم نتحدث عن تيك توك، أنت أخبر الناس في هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، أيها سيكون أقوى في 2022. دعني أبدأ معك، لماذا يرتفع سهم تيك توك؟ لماذا نراه مسيطرا الآن على الواقع؟ مرحبا أستاذ ماجد لك ولكل المشاهدين. فعلا هيدي السنة كانت سنة تيك توك بامتياز، هو احتل المرتبة الأولى بين كل التطبيقات، حتى قطع عن جوجل. جوجل اللي عنده الخرائط والبحث والكثير من الخدمات، قدر تيك توك اليوم انه هو يتصدر كأكتر موقع العالم عم تقدر تدخل عليه. في عدة أسباب وعوامل بتخلي تيك توك يكون هو أول. أولا لازم نعرف انه مجموعة الناس اللي بتستخدم تيك توك نسبة أعمارها هي بين 16 وال24، يعني واذا بدك ما يعرف بالجينيريشن زي، جيل الزد اللي بيجي من بعد جيل الالفيه اللي هو اكثر على فيسبوك وانستغرام. فاذا هؤلاء الناس اللي هن بهيدا العمر لقوا بهيدا التطبيق شيء سهل، بقدر انا اليوم عبر عن حالي او استنسخ حفله غنيه بصوتي، مقطع كوميدي، فاستقطب كل هؤلاء الناس بطريقة سهلة وحطهم هنيك. زيادة على ذلك
قدر التطبيق بمرحلة طبعاً جائحة كورونا استفاد كتير هو إنه العالم قاعدة بالبيوت، أعطاهم هذا التطبيق تيتسلوا، طالما قصص فيها تسلية، طالما هي أكتر بتشجع الناس إنها تستخدمها. بعد أكتر صار في عنا الناس بتستخدمه لتكون عم تعمل دورات تثقيفية، تمارين، كوتشينج، حتى قصص خاصة بالطبخ. كل هيدي العوامل أدت إلى أنه تيك توك يتقدم بشكل كتير سريع، وعم نحكي بظرف سنتين ونص هو وصل أنه يبعد شوي أكتر عن إنستغرام، والتوقعات أنه يروح ل 1.5 بليون. ما رح يقطع عن فيسبوك، إنما رح يكون كتير عم بيشكل، إذا بدنا نقول تهديد مباشر لإمبراطورية فيسبوك بعام 2022، اللي فعلا رح يكون عام صراع التطبيقات وعالم السوشيال ميديا بامتياز. مثل يعني عم نحكي رح يكون فعلا 2022 عام صراع التطبيقات والسوشيال ميديا، بالإضافة للـ NFT والكريبتو كورنسي اللي طبعا رح يكون نحكي عنه كتير بالـ 2022. طيب سيد فريد، اليوم نحن نتحدث عن تيك توك، لكن حقيقة فيسبوك إنستغرام يشارك في حياتنا، في إقليمنا، في أقاليم عالمية كثيرة، دورات، انخراط في حتى في مستقبل الشباب. تيك توك لا يمثل أي من هذه الأمور. صحيح أن أعداد المتابعين كبير، تبقى هناك فروق اجتماعية حقيقية هنا، ليس كذلك؟ صحيح. الصراع، وإذا بدنا نقول اللي لازم يشتغلوا عليه تيك توك إذا فعلا هو بده يروح ليسبق فيسبوك وإنستغرام، هو أنه يفعل الشوبينج أو طريقة الدعاية للشركات الكبرى. لأنه اليوم ما يميز فيسبوك وإنستغرام هو أنه يستعمل كثيراً بالبزنس العالمي لكبار الشركات بالعالم وحتى صناع المحتوى. قدر تيك توك اليوم يخلق لهم حالة لصناع المحتوى أنه يجنوا أموال ويعملوا محتوى ليصيروا هن من مشاهير العالم على تيك توك، لأنه اليوم صرنا منشوف في بعض الجوائز عالمياً توزع كأفضل تيك توكر صار يسمى اليوم لبعض الأشخاص اللي هن صناع محتوى على تيك توك. فإذا طبعاً هو عنده شيء كتير كبير يعمله. إنما إنستغرام وفيسبوك كمان تواصلوا مع جينيريشن ذي، الجيل زد، أيضا ليشوفوا كمان كيف فيهم هن كمان يستقطبون، لأنه أصلا هن عندهم كل باقي الأعمار وعندهم هون. مش هناك تعبولوا رح يكون في صراع كتير كبير بين التطبيقين، مين ممكن يكون عم يتصدر بال 2022؟ طيب سيد فريد، يعني أنا أتذكر في 2018 تقريبا إنستغرام أعلن أن لديه ما يقارب مليار متابع نشط أيضا، لكن بعد ذلك لم يعلنوا عن أي أرقام حقيقية. هل فعلا يتم الإعلان بشكل دوري؟ هل تعتقد أن ممكن أن تيك توك يتجاوز إنستغرام في 2022؟ المؤشرات بتدل انه تيك توك رح الهدف اللي هن حاطينه انه يوصل ل 1.5 نظرا لكيف تطور خلال هيدي السنه، وحتى هن عندهم هدف انه يكون في 3 بليون داونلود، يعني تنزيل او تحميل لهيدا التطبيق على اب ستور وبلاي ستور. هيدا هن الهدف اللي حاطينه. انما فعلا ما رح توقف شركه ميتا اليوم اللي هي تملك فيسبوك وانستغرام مكتوفه الايدي، خصوصا بعد ما حكيت على الميتافيرس. يعني اليوم عم يجرب مارك زوكربيرج من خلال ميتا انه يسبق تيك توك، يعني يبطل الموضوع قديش عندك عدد مستخدمين، انما شو عم بتقدم للناس. نعم. خدمة جديدة تستقطب هيدا الناس عليها. يعني رح يكون في عنا الكثير من هيدا الصراع، ونشوف وين ممكن مين رح يربح على التاني، او مين رح يقدر يسبق التاني باي نوع خدمات رح يقدمها اكثر للمستخدمين الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي سيد فريد خليل، شكرا جزيلا لك.